بحبه اكتر. انا هلا شو درست قبل؟ انه درست مساعدة دكتور تخدير، بس ما كنت حب المجال اللي انا فيه. فانا بحب الكاميرا رسالة من الله سبحانه لحتى انا انه لاقي شغفي بالحياة، لحتى انا لاقي الطريق اللي راح اكمل فيه بالحياة. ف I really appreciate it، عن جد ممنونة على هالتجربة، كانت حلوة، وممنونة على معرفة الناس من وراء هالتجربة. وطبعا البرنامج او الشيء العمل القادم تبعي رح يكون احلى واحلى ان شاء الله. خلونا ما نحكي احدا باللايف تبعي. انتي واحدة قالت لي انتي ترند الاول والاخير. لا اكيد في كتير ناس رح تضرب ترند، وفي على الجزء الثاني في كتير شخصيات حلوة، وبتمنى التوفيق للجميع، وبتمنى كمان كتير بنات يضربوا ترند وشباب، وكل حدا عن جد يشتغل على حاله بيستاهل. فمن اليوم ورايح بدي تجهزوا لي حالكم لكون ترند بالبرنامج الجديد تبعي سولي اللي راح بقى. ركزوا على الجاي، بدنا احمد. احمد لساته برا وكان يشتغل اليوم، سو ما بعرف اذا رح يفتح هلا او رح يفتح متاخر لانه من شوي حكيت معه.